انزل يعني شوي. طب حدا يساعدنا بالمايك يعني. مساء الخير. شكرا يا استاذ. يلا يلا.
مساء الخير. من سوريا بلد الياسمين إلى مصر الحبيبة. أتمنى إن شاء الله تقضوا معنا وقت كتير ممتع. شكرا. ظلمت وجبت علي وقسي وده المفيد المختصر فرحت وسبت واستقويت اهو في النهاية احنا بشر غلطة انا وما حسبتهاش وحياتي بعد وما عشتهاش والضحكة غايبة ما شفتهاش كان قلبي جامد وانكسر ناس في قلوبنا بتعلم وبعد انا عايشة من غير روح حقيقة الدنيا بتعلم بشوف صورته في كل مكان ولسه بحبه زي زمان وحتى نعمة النسيان ما نسيتني شو بتقال ترجمة